سيكيرو أسهل لعبة في العالم اللي أنا كنت عد أحسن لاعب فيها وحديتها من الفيرست راوند بلا تضامات ولا كاع متى يقتلوني شغلكم هذا. anyway أنا جيت اليوم نفهمك شنو كان واقع في ديك اللعبة وعلاش كانت مبلبلة على ديك البرهوش كورة. لقيتك تبدا مع واحد السيد سميتو أشينا قاد انقلاب ونجح في ذاك الانقلاب وكان مع واحد عشيرو سميتو البومة ومن سارت الحرب هاد البومة مشى كيتسركل في المناطق المدمرة تلقى واحد البرهوش وما عرفت كيفاش حنقلبو هو يقرر يتبناه وهذا البرهوش هو البطل تاع القصة تاعنا سيكيرو وداه معاه دربه هو واحد الشارع على جميع انواع القتال تولى خونا واعرف هادشي ديال المضاربات وهنا قال ليه البومة سمع نبا اللي قلتها لك غديرها وانا كنامرك تحمي هاد الدري اللي سميتو كورو. وسيكيرو وافق حيت كلمه باه لا يعلى عليها. المهم مشاو سكنوا في واحد القريه وواحد النهار البومة كلف سيكيرو بمهمه ومن رجع للقريه هاجم عليها قطاع الطرق ورجع كيجري باش يعتقل الولد. في الطريق لقى باباه ميت وقال ليه باباه عندك تسمح في الولد وموت على قبله وهذه كانت اخر وصيه للبومة. المهم سيكيرو مشى كيجري ولقى كورو بزز ولكن الصدمه ان اللي كانت حابسه هي ديك اللي دربات ولكن مع الوصية ديال باه روخة معرشكون يكون غي قتله باش يحمي كورو. المهم ضرب معها وقتلها ومن خشى سيفه باش يمشي مع كورو جاتو ضربة من اللور قتلاته ولكن كورو رجع عندك وقال ليه انت اعتقتيني بحياتك اذا انت انا ما غنخليكش ونوضو من الموت. وهنا كنعرفو علاش نايضة هاد البلبالة كاملة على البرهوش حيت دمو فيه قدرة لعطاه ليك كتولي خالد وكلشي مضارب على هاد القوة باش يحمي المنطقة تاعو وعلاش كيحتاربوه حيت هو اللي كيختار المنع الخلود. ما علينا ورمى سيكيرو خدا قوة الخلود بحال فقد الذاكرة لمدة 3 سنين كان مخشي في واحد النفق وفاقت الشغف وكيحاول يتفكر حاجه وحده هي كورو فين مشى. حتى كتجي عنده واحد البنت سميتها ايما كتلوح ليه ورقه مكتوب فيها كورو راه حي وها فين كاين سرعه تقود غير وفعلا سيكيرو كينوض وكيلقاه وكيقول ليه كورو سير خويا الطريق وصفر عليا نجي عندك. داكشي اللي كيدير سيكيرو ومني كتمو هارين كتلاقاو مع واحد خونا سميتو جينشيرو وهاد جينشيرو كيتعد هو ولد اشينا بالتبني وبحكم ان اشينا شرف عطى السلطه لجينشيرو وجينشيرو حتى هو باغي يقوض الخلود باش يقدر يحمي مدينته من اي حرب وكيدخل هو وسيكيرو في معركه ومع كيكون سيكيرو باقي ضعيف كيقدر بحوق نشيرو وكيقطع سيكيرو ايدو وكيشفر البرهوش من الفوق. المهم وراها بمده كتفيق وكتلقى راسك حدا واحد النحات وكيقول لك بقيتك طايح واعتقتك ومن الفوق كتلقاه ركب لك ايد اصطناعيه مطوره بزاف حسن من ايدك الاصليه كاع وكيقول لك لكن انت كتقلب على داك البرهوش اللي كان معاك راه كاين في القلعه تاع اشينا. فعلا سيكيرو كيتم قاصد القلعه وكيتلاقى مع واحد البوس مبهدل عطيها الغواد وكيصلخو وكيتلاقى مع واحد ضعيف اخر وتا هو كيصلخو كيوصل للبيج بوس جينشيرو وكيلقاه كيطلب في البرهوش يعطيه دمه وهنا البرهوش قال له والله لا ديتيه واصلا سيكيرو دابا غيجي يعتقني وسبحان الله في نفس الوقت كيجي سيكيرو كيقول له دبرتي عليها وكيشد جينشيرو كيمرمدو ديالو بصح وانا بعدا من حديت اللعبه كاع ما دماجني حتى مره بكثره مساه ورا ما كتقتلو بزز كيعاود ينوض ثاني وكاس وات كتعاود تصلخو وكيدور يدوي مع ايما كيتفاجئوا به ناض عاوتاني بحال عنده قوه الخلود. وهنا كنعرفوا ان الخلود في اللعبه ما كاينش غير عند كورو وكاينين جوج انواع اخرين وهذا اللي عند جينشيرو خاصك تشرب عليه من مياه التنين باش يجيك وكاين واحد اخر نعرفوه من بعد. ما علينا وراها كدوي مع ايما اللي كتقول سيكيرو راه انا خدامه مع ايشن وهو اللي كيقول لي نعاونك حيت الطريقه ديال جينشيرو في الحكم كاع ما عاجبها وراها كنهبط طبعا عند البرهوش كيقول لك هادشي ما بقاش مسلك سيكيرو وانا بغيت نقطع الخلود باش ما يبقى يستافد منه التحد وزيد عليها ان كاين احتمال يولي سيكيرو شورى ويقتل الشعب كامل وهادو من عواقب الخلود. داكشي علاه بغى يحيد هاد الخلود مره وكاينه طريقه واحده باش دير هادشي هو تمشي للعالم السماوي وتاخذ الدمعه ديال التنين ولكن باش توصل ليه التعذب ديال بصح حيت خاصك اول حاجه حجره حمراء والمورتال بليد وواحد الورده بيضاء وسيكيرو كيقرر يبدا بالمورتال بليد اللي كيكون عنده واحد الكهنه قرعين وهاد الكهنه القرعين هما اكبر ولاد حرام في اللعبه حيت الهدف تاعهم هو يصوبوا دري صغير يكون بحال كورو يعطيهم الخلود. داكشي علاش كانوا كيخطفوا الالاف تاع البراج وكيجربوا فيهم تجارب كارثيه حتى كيموتوا وكانوا مارسين كاع طرق المعبد تاعهم الا جسر واحد اللي حاطيه واحد المدرع وهذا المسوه مرض ليه ولده وقالوا ليه الكهانه لحميتي هالطريق راه نداويو لك ولدك وهو بحال الحمار تايقهم. تجا سيكيرو صرخوا ولاحوا من الجسر وهو كاع ما عارف باللي هاد الكهانه داروا تجارب على ولده وقتلوه شحال هادي. anyway وراها كتمشي كتضرب واحد الجرس وداك الجرس كيديك لواحد العالم اخر كتقتل فيه شي قروضه وكتلقى واحد البنت اللي كتعد تجربه شبه ناجحه صوبها خوتنا وكتكون حاضيه المرطل بلايد وكتقول لك الا بغيتي السيف خوده ولكن الا حليتيه غيقتلك. وسيكيرو كيحلو ولكن حيت عنده الخلود كيموت وكيرجع وهكا كيولي تاعك وكتمشي وراها تقصد الوردة البيضاء اللي كيكون حاضيها واحد القرب وكيتعد هو اسهل بوس في اللعبه. راه كنضحك والله تعذبني في حياتي ورا ما كيقتل سيكيرو بزز كيطلع انه عنده قوه الخلود
الثالثة وهي واحد دودة ام 44، والطريقة الوحيدة باش تقطع هذا الخلود هو يكون عندك المورتال بليد والحصن الحظ تكون جبتيه وكتبدا الراوند جوج اللي كتقتلو فيها بزستان، وراها كتقصد الحجرة الحمراء اللي كتكون حاضيها واحد المحجبة سهلة بزاف وكتقد تقتلها بكل سهولة. ديال بصح هاد المرة ولكن عقل عليها مزيان حيت تندمك من بعد. ما علينا، وراها كترجع عند كورو، ولكن في الطريق كتلقى شي وحدين حمرين داخلين المدينة وهادو هما الاعداء داشينا جايين يحكموها. والمصيبة انه هادشي كله بسبب سيكيرو، حيت في هاد الوقت كامل كنتي كتقتل الجنود داشين اللي كانوا من المفترض يحميو القرية من هاد الجنود، وهادشي اللي سهل على الحمرين يدخلوا. ما علينا، كتطلع تاني عند كورو وهنا كتلقى باك البومة اللي مات في البداية وكتفاجئ انه باقي حي، وهنا كتعرف ان خونا خبيث وكان هادشي كامل جزء من الخطة تاعو، حيت كيطلع هو اللي قتل سيكيرو في البداية وهو اللي نسق لذاك الهجوم، وهادشي كامل باش يبقى هو اللي كيحمي كورو باش يثق فيه ويعطيه الخلود. وراها سيكيرو كيدوي مع البومة وكيقول ليه سمع انا باك وغتسمع ليا وغتمشي غتنقلب على البرهوش، وهنا كتخيرك اللعبة واش تكون مرضي وتسمع الباك ولا تكون مسخوط وتقتله.